معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا سيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك سيد عمر. إذا بعد عام على انتهاء الأعمال العسكرية وأعلن الحكومة ما سمته النصر، لماذا أزمة النازحين مستمرة بل ومعاناتهم في تزايد؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله. إن مساة الموصل يعني في حقيقة الواقع تعكس الفشل السياسي للعملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم، وبمجمل هذه النزاعات والحروب المدمرة التي خاضتها الحكومة والتحالف الدولي هو نتائج العملية السياسية الطائفية والسياسة المؤيدة للإيران التي تريد الانتقام بشتى الوسائل والأشكال من هذا العراق ومدنه ومجتمعه وحتى المدنيين. وعلى اثرها تنتهك حقوق الانسان وغرفه التطرف وخلفت الدمار، وحقيقه الامر رصدت هناك انتهاكات هائله وصعوبات ومشاكل لا حصى لها في مدينه الموصل جراء الاهمال المتعمد من قبل الحكومه. فهناك الان 3 مستشفيات، الاصل 19 مستشفى كانت تعمل قبل هذه الحرب المدمرة، وبالتالي فقدت هذه المدينة الكثير من مقومات ولكن الحياة سيد عمر التحتية. أن يصل الحال بالنازحين إلى إحراق الإطارات للتدفئة بسبب نقص الوقود، أين الأموال التي رصدت لهم إذن؟ هذا جزء من العملية الكبرى المراد بها إذلال المواطنين في مدينة الموصل، وهي بسرقه اموالهم بحجه الاعمار وبحجه الموازنه العامه. وهذه الاحزاب هي تقوم بسرقه هذه الاموال وتعطيل الخدمات وتعطيل اعاده الاعمار في المدينه، حتى تتعرض المدينه الى نكبات اخرى تقوم خلالها هذه النكبات هو اذلال المواطنين ورجوعهم الى الحكومه المركزيه. ولكن هذه العمليات الانتقاميه لا تولد الا العنف، وأن هذه العمليات ستؤدي بالمدنيين في الموصل إلى مقابلة هذه الأعمال التعسفية والأعمال الإجرامية بحقهم إلى ما لا يحمد عقباه في الأيام القادمة إذا استمرت الحكومة في الإهمال المتعمد لهذه المدينة وأهلها. مع هذا الإهمال الحكومي لمأساة النازحين ومنع الميليشيات سكان مناطق معينة بالرجوع إليها، من المسؤول إذن عن أزمة النازحين وكيف السبيل إلى التخفيف عنهم؟ طبعا ملف النازحين هو ملف شائك جدا، وملف النازحين المسؤولية الأولى هي تقع على الحكومة الحالية ومن ثم المجتمع الدولي الذي يجب أن يأخذ إدارته للملف بشكل جيد، ويجب أن يأخذ على عاتقه الواجب الإنساني والواجب الحقوقي تجاه هؤلاء النازحين وعدم تعرضهم إلى الأذى وعدم تعرضهم إلى الإذلال بشكل مباشر من قبل الحكومة. وبالتالي فإن هذا المجتمع الدولي يجب أن يرسم سياسة واضحة وحقيقية وصالحة للمدينة حتى ينقذ ما يمكن أن ننقذه مرة أخرى من الأهمال المتعمد من قبل الحكومة في هذه المدينة. من نتائج ذلك شكوى سكان الموصل من أهمال الحكومة المداء للمدينة، نتائجه تفشي البطالة وانهيار يعني الخدمات عموما، وكيف إذن سيؤثر ذلك على الوضع مستقبلا؟ ما أثار ذلك وتداعياته على مستقبل المدينة؟ نعم، يعني قلنا أنه الإهمال المزمن سيؤدي إلى شعور الناس بالاستياء والكراهية وتنام الشعور بالانتقام من كل شخص أسهم في بؤسهم. وبالتالي فإن هذه الإهمال المتعمد وأن هذه السياسات العنصرية والسياسات الطائفية الممارسة بحق المدنيين كلها بالنتيجة ستجني وبالا على الحكومة أولا وآخرا، بعدما أن المدنيين يتجرعون العذاب ويتجرعون ثم الزعاف إذا ما استمروا في هذا الصمت المطلق، وإذا ما استمرت المنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي في السكوت عن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين. ولذا نحن ننبه مرة أخرى المجتمع الدولي بأن يعني يأخذ دوره الحقيقي في إنقاذ المدنيين
من بطش الميليشيات ومن بطش الحكومة التي هي تقوم بإرهاب الناس بسياسة طائفية وعنصرية. شكرا جزيلا لك السيد عمر فرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.